نتابع في شهادات الأطباء من الغوطة الشرقية، ومعنا من هناك سامر القادري الطبيب الميداني. سامر، أهلا بك. كيف هو الوضع لديكم بعد هذا الهجوم؟ للأسف أقول بكل أسف أنه وضع مأساوي للغاية، وفي تحدي سافر لكل المعايير الأخلاقية والقانونية ولما يسمى المجتمع الدولي وشرعة الأمم المتحدة في حماية المدنيين في النزاعات المسلحة. قام مرتزقة بشار الأسد بقصف أحياء الغوطة الشرقية وعلى امتداد واسع بالأسلحة الكيماوية المحرمة، مما أسفر عن استشهاد المئات من الناس العزل وجلهم نساء وأطفال وشيوخ، ناهيك عن عشرات المئات من المصابين على درجات متفاوتة من الخطورة. إنها حقا وصمة عار في جبين الإنسانية في حين يقوم موظفو الأمم المتحدة بشأن التفتيش عن استخدام الأسلحة الكيماوية بالتجول في مناطق أخرى من سوريا، لكن برعاية النظام وكما يريد استقبلنا صباح اليوم عشرات المصابين الذين تم معالجتهم وفي منطقة علما أنها تبعد عدة كيلومترات بعيدة عن مكان البؤرة المركزة التي قصفها النظام المجرم، واستشهد معنا شخص واحد وكان جل المصابين من النساء والأطفال والشيوخ من المدنيين الذين لا حول لهم ولا قوة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طيب سامر، أنت طبيب ميداني، وقفت بنفسك على تلك الهجمات، صف لنا الأوضاع، كيف تلقيتم أول المصابين وأول القتلى؟ كيف هو الوضع الإنساني والطبي للنساء والأطفال الذين وصلوا إليكم؟ الحقيقة أنه وضع لا يحتمله أي عقل بشري. أنهم وصلوا بحالة ذعر وأعراض من الضيق التنفسي الشديد وتضيق الحدقة الدبوسي المعروف طبيا. إنها حالات لا تقبل الشك في أنها إصابات بسلاح كيماوي، فلا يمكن أن يتصور أن أي نوع من السلاح يمكن أن يتسبب بذلك إلا أن تكون نوعا من السموم. لقد استقبلناهم وقمنا ضمن الإمكانيات المحدودة بإجراء غسيل كامل للمرضى لأجل التخفيف من عوارض التسمم الكيماوي، ثم قمنا بإعطاء الترياق وهي عبارة عن الأدوية المضادة للسم التي تعاكس هذه السموم العصبية من أجل إنقاذهم، علما أن الأعراض التنفسية كانت شديدة ونحن لدينا الإمكانيات جدا متواضعة، ربما لدينا جهاز أو جهازين فقط من أجل سحب المفرزات القصبية، ولا نتحصل على أي إمكانيات لمتابعة حالات كبيرة جدا مما أسفر عن استشهاد بعضهم. إنها لوضع فعلا يدعو للمأساة. طيب سامر، العرب والمسلمون، أنتم أيضا تعانون في الأساس من نقص في المواد الطبية، هل هذا ما يبرر ارتفاع عدد القتلى لأنكم لا تملكون القدرة على معالجة المصابين في الأساس؟ مما لا شك فيه يا سيدي الكريم أن الأدوية النوعية المعاكسة لهذه السموم وعلى رأسها الأتروبين والهيدروكورتيزون والديكساميكازون جميعها أدوية معروفة وبسيطة، لكن في ظل الحصار الخانق الذي تعيشه الغوطة الشرقية يعثر علينا تأمين أقل المستلزمات الطبية بساطة، لأننا نعيش حالة حصار خانق، فما بالك بنظام يحاصرنا في الطحين ولقمة الخبز. إنه يحاصرنا في الأدوية، يريد أن يقتلنا جوعا وقهرا وأخيرا سما. طيب قبل قليل كنا في لقاء مع الدكتور سحاب وهو أيضا طبيب ميداني في الغوطة الشرقية، تحدث عن أن المركز أو العيادة التي يعمل فيها وصل عدد القتلى فيها إلى 300 قتيل، نسبة كبيرة منهم من النساء والأطفال، كيف هو الوضع في عيادتكم أنتم؟ نحن يا سيدي الكريم نبعد عن المركز الذي قصف يعني عدة كيلومترات، حوالي 10 كيلومترات، لذلك الذين جاءوا إلينا كانوا في حالات مستقرة نسبيا نستطيع القول، أدركنا والحمد لله جلهم ولم يخشد سوى شخص واحد. نعم أؤكد وأنا بين مرضاي الآن، هناك نساء وشيوخ وأطفال والحمد لله الذي مكننا من مساعدتهم، لكن نهيب بجميع الضمائر الحرة حول العالم مساعدتنا والضغط على هذا النظام المجرم بوقف عدوانه الهمجي على هذا الشعب البريء وعلى هذا الشعب المسكين الذي لا حول له ولا قوة. من الغوطة الشرقية الدكتور سامر القادري الطبيب الميداني، شكرا جزيلا لك.